أبو سمير وميزة اللي تشد نهار 20 فبراير وتعديت عليه الشرطة العدلية نتاع نابل بالاعتداء بالعنف بالضرب مش بالضرب نتاع موت. وفي الأخر يجيبوا هنا لهنا نهار الجمعة ماضي 3 نتاع الصباح لصابع السبت زنت وحفيان ومدقدق وحتى وجهه أزرق. من غير ما كان عشنا وقت اللي مشينا باش نعطيهم كسكروت حتى من السيد رئيس الفرقة هاججنا. واحد في البرة قلنا رئيس الفرقة كلمت أشرف أنا سي أشرف قال لي أنا رئيس الفرقة تحدث معاه. مخرجينه مسلسل كي البقالي. أنا العباد تتضرب بالكف ممكن تتضرب بالبونية ممكن أما مش بزلات يا رسول الله. هو حيوان حيوان يبدأ سارح ويشدوا الحاكم يتضرب فيه واحد بزلات ممكن ياسر يعاقبوا عليه مش بشر يدك تقولوا ساقي ويدك تقولوا راسه لين هبلوا لي ولدي ولا معاش يعرف شي يقول حوايج ولتو بدمهم هات لي حوايج وخلينا نوريهم للصحاب. قدام الاقليم وتكلمت مع السيد كي مشينا قدام الاقليم وتكلمت مع السيد رئيس الاقليم رئيس الفرقه نتاعهم كافه اشرف قال لي هون انا معلم تكلم معاه افزر الدم في حوايج ولدي شوف ولدي كيفاش ما عندينو صباط بالله وريني انا افزر ها شوف شو الصباط شو ضربت الصبابط ايش هذا ولا عبد اللي عمل الاعمال هذايا والدم الحاكم ما يلزم الحاكم ما يلزموش يتفرس في مواطن مواطن راه مش اسرائيلي هو تونسي ولو عندك انت شديته بحجه ولا شديته بادله ولا شديته متلبس بجريمه يا خويا فما محكمه تحكم عليه انت كي مش تضرب والحاكم السيد الرئيس بتاع المحكمه مش يحكم لماذا الحبس تحط فيه انت هيك خلصت حق فما قضاء فما قضاء يحكم على المواطن موش انت يا سي نبيل رامبو باش تضربه ولا يا سي اشرف ولا سي عبد السلام ولا العاون الاخر معاكم شكون هو هذا السيد اللي تحكيوا عليه انا يا خويا يا سيد رئيس الجمهوريه ويا سيد وزير العدل ويا مجتمع ويا عالم يا جمهور تونس كامل تاخذوا لي حق ولدي من السلطه العدليه نتاع رامبو ونبيل رامبو واشرف وسي عبد السلام وواحد اخر معاهم ولدي زلت ها الكل حوايج وطيشوهم لي في الكياس هذا المريول الخلعه يا مواطنين وهذا المريول اللي بعد الخلعه وهذا المليون الاخر ها اخسر الضرب واخسر الدم هذا المليون اللي وري كنت نوريكم فيها على الكاميرا انا ماذا بيا ولدي زنت قلت لك زنت فماشي انسان انا وقت اللي نجي نرقد نتغطى بزوز البدو ونطلب الثالثه ولدي مرة 3 نتاع الصباح جايبينوني مدقدق وحفيان ازرق وجهه ازرق كيل فحم وجهه ازرق كيل فحم ومضروب على راسه ولتو مشيت نزور فيه في السجن نهار الخميس الخيط مضروب على راسه قلت له شبيك يا سمير قال لي يا بابا هبلوني يضربوني ويدوخوني ويصبوا علي الماء بارد انا نفيق وما يعاودوا لي يعطيوني قال لي عبد السلام اضرب نبيل اضرب قال لي يشرف اضرب قال لي الاخر سمالي واحد اخر معاه بالاسم زاد باسم اسمه سماولي لكن نسيته قال لي اللي داخل يضرب واللي خارج يضرب قال لي عملوا لي كركاره في وسط الواحد ويشنقلوا فيا قال لي وكتفوني والفرقه قال لي عملوا فيا الشيء اللي عمره ما تعمل فيه ولدي داك تقول لفقوا له 24 قضيه ولا 24 قضيه مش قضيه واثنين 24 قضيه تحت التعديل ينظر فيهم سيد ينظر من تحت العصام من تحت الذقن نتاع العصام مش قاعد يشعر شي يقول كيفاش زرته ينظر فيهم سيد وكيل الجمهوريه ويرجع منهم قضايا للعدليه باش تنظر فيهم على حسب كلام الاستاذ المحامي اللي عاملينه يقول فما قضايا اللي رجعت النابل اللي هما ما فيهم حتى شيء وهذا الكل من تحت الضرب لفقوهم له تلفيق من غير القشر نتاعهم فرغوه ورسوه في راس سمير ويوسف الحمرون بعد ما تعرض ولدك سيدنا نعلمكم واني قمت شكايه في سيد وكيل الجمهوريه نهار الاثنين نهار الاثنين يقابل تقريبا حكايه واحد مارس واحد مارس وخذيت فيها عدد هذيا وسيد وكيل الجمهوريه كيف قدمت الشكايه هذه قال لي ان شاء الله اللي ضربهم باش ينال جزاء اللي تعدى عليهم قال لي باش ينال جزاء قلت له سيد وكيل الجمهوريه من فضلك وبحياه راسك تساعدني طريف قال لي ما نجمش نسيبهولك تبقينا وعدتك اللي باش ينال جزاء السيد اللي تعدى لك على ولدك وفي الاخر يجي الاستاذ يلوج على العدد نتاع القضيه اللي هي تعدى عدى بها سيد وكيل الجمهوريه السبيطار نتاع تونس اش يقولوا اش ما يلقاهش الاعداد جمله نتاع ولدي الاعداد نتاع السبيطار اللي خرج من عند سيد وكيل الجمهوريه ما لقاهش للبارح الاستاذ نتاعنا قال لي يا سي محمد شوف لي الاعداد ما كانش خنشوف عند المحامي الاخر
قلت له يا استاذ تو نجي نهار ثلاثة ونزيد نقابل سيد وكيل الجمهورية وناخذ من عنده العدد مرة أخرى يا سيدي قدر علينا ربي. علاش؟ على خاطر سمير مضرور. مضرور في ساقيه وفي راسه. هبلوه ولا يقول للعدلية يقول لهم عندي فليجات في الدار وعندي دبش في الدار وعندي حوايج في الدار. مع الشعر شي يتكلم. قلت له من سيد وزير العدل ومن سيد رئيس الدولة إن شاء الله يسمعني ومن الشعب التونسي باش ياخذ لي حق ولدي من سين الفرقة العدلية نتاع نابل وعلى راسها سي نبيل رامبو. يعني ويتصرفوا في التصرف هذاك كانوا يعاملوا في الانسان كحيوان حشاك تسمع فيا يعني يعاملوا في الانسان كحيوان ماهوش انسان ماهوش عبد وعمره ما يجي الانسان ولا يرفع بالضرب اول حاجه يعني بابا مش مسايب خدمته وانسان كبير في العمر مش يكذب عليهم ولا مش يتبلى عليهم وحوايجه ديجا خويا ظاهريتهم انا بعينيا يعني في الكاميرا اللي حوايجه مبلول يعني بدا بالسم وحوايجه مسخين وامي بابا قالوا لي حوايجه مبلولين وخويا عنده سقوط في راسه في بدنه في سقيه ويضربوا فيه ضرب هذاك كل ألف تقني انا كان عندي حاجه نعملها من هولندا من هنا راني عملت والله ما تصدقش يعني قداش احنا بقانا تعبين باش نحبوا نروحوا لتونس طيارة طابت في تونس بالله العظيم يعني انسان يوصل الدمعه طابت من عينه لانه هابط راهو البلاد زايد يقول لي لا اوروبا ما تقول لي شيء راهي تونس تونس بلاد حبوها وموتوا عليها ولكن كي تولي تسمع الحاجات كيما هذوما تولي يعني تولي تخاف تولي توخر تقول اخويا انا قلت لها قرب الميكرو قرب من هنا قلت للمطار المرضي قلت لي علاش مروحي الفلوس اللي تروح بهم بعضهم انا نسيب يتصرف بهم يعمل بهم محامين يعمل بهم ما عادش عندك الشجاعه باش تروح تمشي ما عادش عندك النفحه ما عادش عندك اللي تحب تروح تجري لتونس القوة نتاع المروحة كأنه تنحى كأنه ترفي حمق قدام كتاب وتحس فيه ليل سبحان الله